وعايزين بقى نكمل رمضان، ما اقدرش ما اكملش رمضان. شفناك برضو في رمضان اللي فات في مسلسل فرصة تانية، احكي لي بقى برضو التجربة دي جت ازاي، بدايتها مين عرضها عليك؟ المؤلف الصديق محمد سيد مشير، وانا بحب محمد جدا وهو مؤلف ناجح يعني، انا بحب النجاح. فمحمد ما شاء الله يعني كان لي اكتر من تجربة مع الفنان الجميل مصطفى شعبان في سنين رمضان قبلها. فمحمد طول الوقت احنا بنتقابل، وبرضو محمد من الناس انا بحب كان نفسي اشتغل معهم، وبنتقابل امتى نشتغل مع بعض. لحد ما السنة اللي فات قال لي بقول لك ايه، واحنا بقى هنقعد كل شوية نقول امتى نشتغل مع بعض، ما تيجي نكسر النحس ده وايه وتيجي ضيف شرف. قلت له ماشي يلا بينا. فقال لي على المسلسل، فروحت عملت المسلسل، وبرضو كان في رد فعل لطيف. ياسمين صبري من الممثلين ليها جمهور بشكل كويس يعني، ليها يعني نسبة مشاهدة ممكن نقول في الدول العربية وفي مصر برضو يعني نسبة كبيرة جدا. فما كانش عندي أزمة ان انا اعمل ده. دور شر جدا وزنبقة بقى وخناقات من البداية وبتاع، احنا كنا مركزين معاك بس يعني عارف انت كنت بتصور في نفس الوقت بتاع القسطى محمود ولا لا؟ لا لا ما سبحان الله ما صادفش. لا تخيلي يا بنت اللذين، انت تخيلي ان انا صورت مع الاستاذ محمد سامي وتوقفنا شهر. يعني توقفت معاه شهر ورجعت تاني اكمل، كان في الفتره دي فعلا رجعت صورت معاه ياسمين. استنى بقى لا انا هنا واقفه. ايوه ازاي اصحى البس هدومي واتشيك وبقى هوبا انا رست محمود اللي الناس بتحبني، نمت صحيت بكره انا الراجل الشرير؟ يعني القلبان ده مش بيبقى متعب ليك؟ طب هو الانسان الوحيد اللي بيعاني معاه في الموضوع ده بشكل ما يعني مراتي. بس يا مراتي انا بوجه لك تحيه والله حبيبه قلبي والله العظيم اقسم بالله، لان يا عيني يعني بتلاقيني انا ببقى ماشي بكلم نفسي كده حوالين نفسي في البيت في لحظات كده معينه، وببعد عن عمر عشان ما يقولش ابوه مجنون. انا مين؟ انا ما ببقاش بكلم، انا ببقى يعني ببقى قاعد عمال افكر في يعني ببقى مهموم بالشخصيه طول ما انا ماشي كده، عمال افكر 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 افكر. ف بحاول، وده مش هكذب بقى يعني دي الحرفه يعني. لو فصلنا نفسنا عن فكره ان انا شخص محترف المهنه دي هنبقى بنهزر. تمام. المحترف بيقدر يحاول ان هو يفصل ما بين شغله وما بين حياته الشخصيه، ويفصل ما بين الشخصيه اللي بيعملها هنا وما بين الشخصيه اللي بيعملها. بس انا عموما واخد قرار وده ما بتراجعش فيه. ما اقدرش اعمل مثلا لو عندي، لو حتى الدنيا هتخرب، لو في نفس اليوم مسلسلين مستحيل. انا طبعا النهارده بنزل، لا انا هروح اصور ده بس حتى لو عندي شوت عشان تدي له حق. ما عشان ادي له حق ما بقدرش، ولان انت كمان ادوارك كلها مختلفه عن بعضها يعني، مش خط واحد عمره. دايما بنحس ان ده شخص مختلف عن ده مختلف عن ده، فبيتهيألي ان الاثنين في يوم واحد ده يعني بحاول هترتبك. بحاول بس كل اللي اقدر اقول لك عليه ان برضو انا راجل تربيه مسرح طبعا. انا بمثل مسرح وانا عيل صغير ودراستي كانت فنون مسرحيه، فانا اتربيت على فكره تتابع الدور وتتابع الشخصيه. المسرح واحده واحده، المسرحيه من الاول للاخر بنخلص بالزبط. فانا بعوض ده بقى في شغلي بان انا طول الوقت وانا رايح التصوير عمال بستحضر زي ما بيقولوا الشخصيه، بوصل بحاول ان انا، وبيبقى عندي حاجة أهم برضو زي ما قلت لك كده، فكرة إن مين شايفني من على المونيتور، وأنا ببقى حريص جدا وبروح أتكلم بصراحة. يعني مع الأستاذ محمد سامي قلت له بقول لك إيه، أنا قلت له بعد إذنك ليك الصلاحية في أي لحظة قول لي لا ده بره، لا خليك وقفني فورا. عندي برضو مثل بلدي بحبه كده، يا بختي من بكاني وبكى عليا وضحكني وضحك الناس عليا. فلا بالعكس، خلينا من دلوقتي نعرف الغلط فين نظبطه، لان لما خلاص النتيجه النهائيه هتطلع المتفرج مش المفروض ان انا اديله بقى والله لسه اعتذار اصلا انا في اللحظه دي كان ظهري بيوجعني. ملوش دعوه، هو في النهايه المتفرج ملوش علاقه بكل مشاكلي، غير هو ليه علاقه بالمحتوى اللي انا بقدمه. الناس شويه ركزت مع مسلسل فرصه تانية، قال لك قصه قلبت هندي شويه، الموضوع مش عارفه ايه، كان في شويه حاجات يعني
السوشيال ميديا عامه تداولتها ليها علاقه بالقصه نفسها. انت شفت ده اما اتفرجت ولا حسيت ان احنا شويه بقينا نقاد كلنا، كل اللي قاعد في البيت قاعد بينقد؟ لا احنا سقفنا عالي يعني برضو ايه، وده الحمد لله بقى في مردود دلوقتي على مستوى الصناع انهم ابتدوا يعلوا السقف في يعني خلاص ما بقيناش ايه فكره ان هو حط لهم ده وهيتفرجوا عليه، الكلام ده ما بقاش ينفع خلاص. احنا بقى في منصات الكترونيه وبقى في مجالات تانية للفرجه، السقف عالي قوي تجبرنا ان احنا، واحنا مش قليلين على فكره طبعا، لا احنا عندنا، انا بقول لك دلوقتي اللي بيحصل في العالم كله احنا كنا بنعمله زمان في قطاع الانتاج. واتحدى اي بني ادم يقعد قدامي كده يقول لي الكلام ده كدب، اقول له انت اللي ما بتفهمش ومعايا الدليل. كل اللي بيحصل في المحتوى اللي بيعمله المنصات الديجيتال وانا متابع كويس جدا، احنا كنا بنعمل اعظم منه في قطاع الانتاج اللي هو تلفزيون الدوله طبعا، في مسلسلات عظيمه جدا كان المسلسل بيتعمل والحدوته بتتعمل، لما الموضوع بيخلص، خلص في 7، خلص في 10، خلص في 13، خلص في 15، ما كانش فيه المعايير التجاريه، ما كانش فيه ما كانش فيه زي ما بنسميها كده الصفيحه اللي هو لازم املى الصفيحه. يا سيدي مش كده الفن، مش كده. فالناس بقى خلاص بقت بتشوف، علشان بتشوف بقت بتقارن. صح. انا عامل ايه بره، انا شفت ايه وانت عامل ايه. تمام. احنا مش برضو، احنا في ميزه في المصريين عظيمه تكتشفيها لما تسافري بره، بسيبك بقى من الكلام اللي بيقعد يتقال، لا احنا عندنا ميزه مهمه جدا، احنا روحنا وطاقتنا بتضغى، احنا عندنا طاقه عظيمه جدا. صح. فتروح في اي مكان تلاقي المصري هو اللي عامل جو، تعرفيه على فكره وانت ماشيه في الشارع. صح. ده مصري من الطاقه اللي حوالين المكان. فاحنا نستطيع ان نصنع محتوى ونقدر نعمل افكار تضاهي واعلى. أكيد. أنا جميل. فمش هزعل من الناس ومن آرائهم، لأن الناس زي ما بقول لك كده عايزين الأحسن. صح. وإحنا نقدر نعمل بالظبط. ومحمد سيد بشير هذا الشخص اللي كان المسلسل ده، والله عنده أفكار ما أقدرش أقولها عشان دي أفكار طبعا أنا قالها لي، والله أعظم من حاجات بتتعرض على منصات عالمية دلوقتي. قوي، هو قوي عنده أفكار عظيمة جدا، عنده أفكار فعلا عظيمة. اللي جاي وأكيد اللي جاي هيكون، اللي جاي إن شاء الله هيكون أقوى. شفنا السنة دي نجمات كتيرة من الشابات الصغننين سنا طبعا والأمارات شايلين بطولات مسلسلات. بدأ الناس تقعد تقولك إيه إحنا يا جماعة، يعني مش ما ينفعش عدد النجمات ده كلها، لأن برضو مهما كان النجوم الكبار والأسامي الكبيرة أما بيشيلوا مسلسلات الموضوع بيبقى أتقل. أنت شايف ده ولا شايف إن الموضوع ملوش علاقة بالسن أو ملوش علاقة بالمقاييس، سواء ده راجل أو ست أو صغير أو كبير أو كده؟ لأن في ناس قاعدة تكتب على السوشيال ميديا يقولك إحنا حاسين إن إحنا في عرض أزياء في رمضان. ما أصلا عندي قناعات ممكن بس مش عايز أبقى إيه، فيقولولي بقى أن أنا بأغازل يعني إيه حقوق المرأة. أنا شخصيا لا، أنا معاك بحقوق المرأة. أنا شخصيا دي قناعات شخصية، أنا شايف أن ربنا خلقنا أشخاص متساويين. تمام. فأنا ما بتعاملش مع أمي ولا مع أختي ولا مع مراتي على أنها أدنى مني طبعا. تمام. وقد تكون عندها موهبة أعظم مني على فكرة. يعني احنا الى وقتنا هذا انا اتضاءل واقف انتباه قدام سعاد حسني. اكيد. ما خلاص انا ما اقعد كده اتفرج عليها واخرس هذه العظيمه. تمام. بس هو دلوقتي هي الفكره كلها ان احنا كان عندنا في الـ في الـ في الـ في الجيل الاساتذه الجيل اللي فات كان عندنا الاستاذه ليلى علو، كان عندنا الاستاذه هاله صدقي، وكان عندنا الاستاذه الهام شاهين، وكان عندنا انا بتكلم على اول استاذ العظيمة الدائمة دائمة التألق الأستاذة يسرى، كان عندنا الأستاذة سميرة أحمد. يعني أنا لو عدت لك دلوقتي هتكتشف في أسامي بطلات نجمات، دول كانوا على فكرة بيعملوا مسلسلات لوحدهم. طلعت شوية نفسنا. لا دول كانوا بيعملوا مسلسلات لوحدهم. صح. فكرة بقى العرض الأزياء مش عرض الأزياء، هي الست لازم يعني الست تبقى جميلة خلقت لكي تكون كائن جميل. ففكرة إن والله يمكن اللي بتعمله ده علشان نتعلم أكيد.